وعن آخر أخبار الاقتصاد من نشرة التاسعة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا فكري، شكرا أميرة العقدة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صيني متخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة، وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحجم استثمارات تصل إلى 60 مليون دولار. يأتي المشروع في إطار المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشأة صناعية وخدمية بحجم استثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار. أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تضمنت منذ انطلاقها عام 2016 تطوير الشركات القائمة وزيادة قدرتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط التنمية. جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول لمشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وتتمثل في انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيليكون المعدني والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة. كشفت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، وأظهرت الدراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 2.9% خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وصنفت الدراسة مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3.5% إلى 4.8% خلال نفس الفترة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تم وضع حجر أساس لإنشاء مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى، وذلك بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين. المخزن الاستراتيجي مقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر يقام على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقترب من 1.5 مليار جنيه، حيث سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة. يأتي ذلك ضمن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تداولات اليوم مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما ملت تعاملات الأفراد العرب نحو البيع. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.7% ليبلغ مستوى 18516 نقطة، متخطيا بذلك قمته التاريخية السابقة البالغة 18500 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.5% ليبلغ مستوى 3741 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.13% ليبلغ مستوى 5505 نقاط. وصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى بكين للقاء مسؤولين صينيين وقادة أعمال أمريكيين وسط جهود لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي تدهورت إلى مستويات تاريخية. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن زيارة ريموندو التي تستغرق 4 أيام إلى بكين وشنغهاي تهدف إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل. وتأتي زيارة ريموندو في أعقاب فرض وزارتها ضوابط على الاستثمار الأجنبي، ما أثر سلبا على العديد من الشركات الصينية.
أعلنت الصين خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، وهو إجراء يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم التباطؤ الاقتصادي. وكانت أسواق البورصة في الصين تقترب أو تترقب هذا الإجراء بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية. أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري أنها تكبدت صافي خسائر بلغ نحو 4 مليارات و530 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يونيو. وتتصدر إيفرغراند أزمة تعصف بقطاع العقارات الصينية، وشهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن السداد للديون. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وأميرة لاستكمال ما تبقى من التتابع. شكرا لك فاطمة.